سلام الله عليكم، ماذا جرى البريك من باريس؟ وحييكم ويشد ولديكم كالعاده. وبتعرفوا الدنيا تو الدنيا حال صيف وسخنه، حتى فرنسا قولي سخنه تختم. هنكلم فيكم تور سليم، ماشي عوره راهي، قال لك العوره هي تبدا من السره. يعطيكم قصه في السرور 20,000 قتيل. توا جندوبه دخلوا تاخت برنات ولا شنو وحرقوهم وسرقوا خطفي، دخلوا الاوتيل كيف كيف خربوه. كل ملوك اذا دخلوا قريه دمروها. وفما برشا توا تونس تقول هما السلفيين. اي سلفيين شكون؟ المهم ان برارمي الذراع المسلح نتاع حركه النهضه. كيما البحث نتاع البوليسيه ديما هذا، كي يبحثوك البوليسيه فما بوليس جونتي وبوليس ميجون. يبدا لك الجونتي يقول لك اسمع راني انا باهي وناس ملاح وراني ولد حلال ونحب نرقد في الليل. هيا قول الحقيقه برجولي، انت شاركت في المظاهره هذيك؟ انت وزعت تراكتوات؟ انت في التنظيم الفلاني؟ ما تقولش انت نورمال. قال لك مالا خويا دبر راسك لي وليك ربي، يخليك ويخرج هيك الخليقه، يكسر لك خلاقك يرجع لك الاخر. يقول لك تيموني قلت لك نبهتك تطيح انت للدنك ولا ما تطيحش سا ديبون انت والخبره نتاعك. المفيد الخونجيه تعمل نفس الشيء وتعمل كي الكيان الصهيوني، كل ما تزيد تسب ولا تقول راك غلط يفكرك بالمحرقه اللي صارت عليه. الكيان الصهيوني يفكرك بالاشوا ولا المحرقه ضد اليهود اللي هي فعلا صارت في المانيا، صارت في بعض الدول الاوروبيه الاخرى. يجبد لك الحكايه هذه وتولي انت عنصري، تولي انت مدري شنو. الخوانجي يردك كافر كيما كي يقول لك بن علي عذبني. بن علي كيعذبكم كيعذبكم الى فيريزون. انتم عمركم ما دفعتوا على الشعب التونسي، دفعتوا كان دفعتوا باش توصلوا لليوم 4200 دينار. وصلتوا باش تدخلوا الحبوسات ونساكم باش تاخذوا الدزه اليوم وتعوضوا السيطره. اما اللي نرجعوا شفاعته وراس اللي يعز عليه ما تصوروش قديش فما برشا ناس تعز عليه. يا التجمع اشرف وكان كي كان التجمع يحكم في تونس كانت بلاد ظلم، كانت بلاد جو سي با غبن حرقه غصره اللي تحب انت. اما يا خويا ارفق واحلى يا ماتي قاعد يعيش فيها الشعب التونسي تحت رايه الاسلام 20,000 قتيل. اللي يجي يقول لكم لا تجدلوا الاسلام برا انتوما واسلامكم دينكم لكم دينكم ولا ديننا، نحن ديننا رجال يا ولاد جايبين السيوف وتتلموا كالجراب، تلموا بعضكم عندكم الدز تجيو من كل شيره وتزدموا كل مره على بلاصه وترهبوا في الناس. انا نطلب من جماهير شعبنا وخلايق شعبنا والبنديه نتاع شعبنا ان اولاد اللي يقراوا واللي ما يقراوش يخدموا ما يخدموش، نظموا روحكم في الاحوام، نظموا عملوا خلايا نتاع مقاومه بالعشرة بالخمستاشر واحد، اتدربوا على فنون القتال اللي هي حضروا رواحكم الى حرب شعواء ضد الاخوان المجرمين في انتظار انه هذا الجيش يفيق على ويحشم على روحه، في انتظار هذا الجيش يرجع للعقيده اللي رسخها بورقيبه هي الدفاع عن حرمه الوطن وحمايه البلاد وحمايه الجمهوريه، الجمهوريه المدنيه، الجمهوريه اللي عندك فيها الحق تحلم كيما تحب انت، مش هو يقول لك شنو تحلم في الليل يا ولاد قماش 20 والخريج يبدل امه مش راضي اللي اعطاه بيه ربي، ما لا بشر اللي اعطاه له البشر يرضى كانت للبريك في ارحام جدود انسى ورجال حتى اللي مازالوا ما تولدوش. سلام على شعبنا، هذا روح الله وروح شعب تونس. جلال بن علي بن محمد بريك يتبوع الاخوان المجرمين وظل لي مش يا عمر. سلام عليكم 20,000 قتيل 20,000 قتيل.